انتشرت بالفترة الأخيرة أخبار كتيرة بتفيد أنه تاج ملكة جمال لبنان مايا رعيدي اختفى بعد انتخابها بدقائق أثناء تحضيرها لجلسة تصويرية مع المنظمين، إلا أنه موقع الفن عرف من مصادره الخاصة أنه التاج ما اختفى ولا انسرق، إنما القيمين على الحفل هن يلي خفيوه عن الأنظار لأنه غالي كتير. وأكد المصدر أنه التاج بأيادي أمينة رح يرجع للملكة ليرفقها بمشوارها بعالم الجمال هالسنة. حملة انتقادات واسعة تعرضت للممثلة المصرية وفاء عامر بسبب وشمها الجديد يلي بيتضمن أي قرآنية، فنشرت عامر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة إلها هي ولابسة فستان رمادي وظهر على إيدها تاتو جديد وهو عبارة عن أي قرآنية. هالأمر عرضها لموجة كبيرة من الانتقادات بسبب رفض متابعينا استخدام آيات من القرآن بوشم. وبعد الانتقادات يلي تعرضت لها قامت عامر بحذف الصورة عن حسابها. كتبت الفنانة شمس الكويتية على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: من مميزات مجتمعنا تسمع عن نفسك سالفة أنت ما تعرفها، وهيدي المرة الثانية خلال ساعات قليلة يلي بتقوم فيها شمس بالتعبير عن انزعاجها من الشائعات وتركيز الناس بحياتها أكثر منا، فنشرت صورة مكتوب فيها: إلى كل شخص يركز بحياتي أكثر مني أتمنى لك مشاهدة ممتعة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة قالت إن زوجة عم الفنان ماجد المهندس، وقالت بالفيديو إنه بدها توجه رسالة لهالفنان الشهير، وظهرت بالفيديو عم تبكي وتطلب المساعدة، وقالت إنها مريضة وخايفة من ترك بناتها من دون معيل، خصوصي إنه في بيناتهم بنت مطلقة. سببت عارضة الأزياء العالمية نايومي كامبل بحالة إحباط وأذى نفسي لنجمة التلفزيون واقع كندل جينر بحسب مصدر مقرب من الأخيرة، وذلك بسبب تجاهل كامبل الرد على سؤال بخص جينر خلال المقابلة. فلما سألها المحاور عن رأيها بأنه جينر هي عارضة الأزياء الأكثر أجراً جاوبت السؤال يلي بعده: لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه، انظروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.